محتاجين بروكولي مجمد او فريش يكون بس مسلوق، ربع سلقه نص سلقه كده، عايزين بصله مفرومه، معلقه كبيره من الثوم المفروم، نص كوبايه من الجزر المبشور، عايزين مرقه ممكن تبقى شوربه عندك متفرزنه او هتستخدمي مرقه مكعبات مع ميه مفيش مشكله خالص، عايزين معلقتين كبار من الدقيق، نص كوبايه كريمه الطهي، جبنه تشادر نص كوبايه على حسب الكميه، ممكن كوبايه وممكن نص كوبايه، ممكن كوبايه ونص على حسب انت هتعملي كميه قد ايه وعايزه طعم الجبنه التشادر واضح قد ايه. عايزين زبده ممكن يبقى مكعب، شويه زيت، رشه جوز الطيب، بابريكا وملح وفلفل اسود. يلا بينا هنحط اول حاجه البصل، الزبده والزيت. وادي البصل. بعدين هيبقى معانا الدقيق، بس مش دلوقتي، هنحطه لما الزبده تسيح وايه تبتدي البصله كده تخش في السوى. محتاجين كوبايه سكر، كوبايه كريمه خفق، عايزين 4 كوب حليب، 3 معالق كبار من النشا، وصفار بيضه، واذا عايزين تشيلوا صفار البيضه شيلوه مفيش مشكله، ملوش بديل، ما تحطوش بديل، خلاص هو بيدي غناوه وبيدي طعم حلو، ولكن اذا مش عاجبكوا او متضايقين او حاسين اللي هو لا مش عايزه احط بيض وكده، خلاص ما تحطيش البيض وشيليه خالص من الوصفه. هنعملها ازاي؟ هنحط اول حاجه كميه السكر علشان تتكرمل. هاخد السكر هحطه هنا كده في الحله واسيبه يتكرمل، بياخد وقت بقى فسايباه ياخد وقته النهارده براحته. نرجع تاني للشوربه، البصل كده تمام ابتدى يدبل، الزبده ساحت، هنزل بالدقيق واقلب بالشكل ده، هنعمل ايه؟ حاضر حاضر. نعمل كده، وبعدين هننزل بشوية من المية والمرقة، تعالوا هحط المرقة دلوقتي في الحلة كده على طول، واجيب مضرب سلك، انا اللي رايحة اجيب مضرب السلك. هننزل بالمية المغلية بالشكل ده كده، وأقلب أقلب أقلب. يعني ما ينفعش أمشي؟ أوكي. كده حطينا المية والمرقة، لو أنا عندي مرقة تانية اللي هي أنا شايلاها مرقة سلق لحمة مرقة سلق فراخ هحطها على طول من غير ما أحط مرقة ولا مية ولا أي حاجة. وبعدين هنزل بقى بال بابريكا، هنزل بجوز الطيب، ممكن احط الثوم او لو مش عايزين تحطوا الثوم براحتكم، نحط كده فص الثوم، ننزل بالجزر والبروكلي. يلا بينا البروكلي نحاول ان هو يبقى زهراته صغنطوطه شويه، يعني بلاش تبقى كبيره قوي لكذا سبب، يعني واحنا بنشرب كده تبقى على قد المعلقه بروكلي. طبعا حطوا بقى شويه بروكلي حلوين، يعني كتروا شويه، انا بس بقلل ايه حجم البروكلي، هي هيبقى لون الشوربه ايه؟ مش عارف. ممكن ما تحطوش بابريكا اذا مش عايزين، جبنه تشادر تتحط في الاخر خالص، هي مختلفة شوية بس لذيذة قوي، اللي بيحب البروكلي يعني وعايز ياكل خضار هينبسط، لذيذة.
ايه لو نبدل القرنبيط، نبدل يعني البروكلي بالقرنبيط؟ والله ينفع، ما فيش مشكلة، نفس العيلة يعني عادي. انا بس عايزة احط اكبر كمية من البروكلي بصراحة عشان يديني الطعم الاصلي ليها يعني. وبعدين هنضيف الجبنة الشادر في الاخر، شوية ملح وفلفل وكريمة، فالكريمة كمان هتغير معانا اللون خالص. انا عايزة ابص على السكر اخباره ايه، حطيناه زمان تصدقي، مش عارف، ما حصلش اي حاجة. ده ما حصلش اي حاجة خالص، ده تفتكري من ايه؟ مش عارف. هبص عليه. ها خير؟ لا هو في كده بس اللي هو من بعيد. لا لا عالي 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 جدا كمان، بس احنا كده كده عاملين حسابنا ان هو بياخد وقت. خلاص بقى نرجع تاني للشوربة ونحط الكريمة كده، نحط الملح والفلفل، والله لونها بقى جميل، لونها مختلف تماما عن الشوربات اللي احنا متعودين عليها. وحتة الجزر المبشور ده برضو لذيذ قوي. نضيف الجبنة، تعالوا نضيف الجبنة دلوقتي عشان برضو نبقى ايه، خلصناها واطمنا عليها. هوطي بقى عليها شوية كده واسيبها مع نفسها تبقبق كده وايه، وتبتدي تستوي يعني، لو فيها حاجة محتاجة تستوي تستوي، ولكن هي كده خلصت وزي الفل. نرجع بقى نشوف السكر، نشوف ايه الاخبار. انا ممكن اجيب السكر الناحية دي، عايزة انقله على العين التانية، ممكن؟ تعالالي بقى هنا، تعالالي تعالى لي بقى، تعالى لي قول لي ايه ايه لك ايه اللي كان بيحصل على عين اللي هناك يعني. من يعني من أسوأ الحاجات ان احنا ايه، نقعد نقلب فيه كده ما نسيبوش في حاله يعني. دي اوحش حاجه انا بعملها دلوقتي، لانه هيقعد يكلكع ويفك بالعافيه، المفروض ان احنا نسيبه في حاله وملناش دعوه بيه خالص. الكراميل والسكر كان واخد وقته، فالحمد لله السكر بتاعنا بقى كراميل زي ما انتم شايفين. تعالوا بصوا عليه كده لو عايزين تبصوا على اللون. هننزل بقى دلوقتي باللبن بعد ما السكر اخد اللون اللي احنا شايفينه ده. اوكي اهو. لا لا انت بس، لا انت، هننزل باللبن. المفروض دلوقتي ان الكراميل اللي احنا حطيناه ده هيحصل له ايه؟ هيمسك في بعض. هنسيب اللبن والكراميل على نار هاديه شويه لحد ما يفكوا زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزه اوريكم كمان الشوربه حلوة ازاي. الشوربة خطيرة، بس وطيت عليها واحنا في الفاصل وسبتها كده تشكشك وتبكبك شوية مع بعض، مش قادرة اقول لكم الريحة والطعم واللون والقوام بتاع شوربة البروكلي اللي احنا عاملينها دي عاملة ازاي. احنا مش هنضربها، ويا ريت ما تضربوهاش في الخلاط يعني، هي كده الصوص بتاعها ده فظيع، والبروكلي نفسه بقى تحفة، مش محتاجين اكتر من كده، مش عايزينها تغلي اكتر من كده، كل حاجه فيها زي الفل. هنسيبها بقى بعيد عن النار بالشكل ده، ونروح هنا نشوف ايه الاخبار بتاعه الكراميل. بصوا الكراميل بيعمل كده، ده عادي جدا، بنسيبه بس يغلي شويه ويفك، وبعدين نبتدي بقى ايه، نضيف له بقيه الاضافات.
ايه 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 الكراميل بيفك او يعني تقريبا فك كويس. هنبتدي بقى ايه، نبقى عايزين نربطه بس برضو لما يفك خالص، اه لانه لسه في شويه حاجات بسيطه جدا يعني. لبن سخن مش هيفرق كتير بس اه هيبقى احسن شويه يعني، لو حطينا اللبن سخن ممكن يفرق شويه صغنطتين كده يعني. هنا عندنا ايه، عندنا الكريمه، تعالوا نحطها. يلا، وهنا هحط صفار البيضه اضربه مع بق الكريمه اللي موجوده عندي ده كده. وهاخد من ال ثانيه، ناخد كده ايه شويه صغيرين هنا على البيض، حبه صغيرين بس كده عشان الحراره، وننزل بيهم على طول على المهلبيه بتاعتنا. بتفرق في ايه؟ بتفرق في القوام. النشا هفكها بميه، هفكها في ايه؟ ما عنديش جار. فكها في شويه ميه ساقعين كده ونضيفهم واحده واحده لحد ما المهلبيه تبقى معانا متماسكه. الزبده في الاخر عشان تدي لمعه، هنحط مكعب زبده في الاخر خالص. مش هحط كميه النشا كلها عشان بس ايه اتشك نوعيه النشا اخبارها ايه، هسيب ايه حبه صغننين كده عشان ما تلفش معايا بزياده. طيب المفروض ان احنا نقلب تقليب مستمر، خلينا نحط برضو مكعب الزبده. بصوا هي محتاجه النار تعلى، غالبا هتكون محتاجه نشا تاني عشان تربط معانا، بس انا ما بستعجلش في ان انا احط النشا لحد ما توصل لدرجه حراره معينه، لان النشا فجاه بتشتغل، بتشتغل بعد وقت، وانا كنت يعني مقلله النار فمش عايزه ايه استعجل واحط نشا، لان طعم النشا بيبقى وحش قوي لما بيبقى بزياده، ولما المهلبيه دي بتدخل التلاجة وتطلع تتقطع كده يبقى بتبقى دمها تقيل قوي. احنا عايزينها كريمي وطعم الكراميل واضح فيها وكل الحاجات اللذيذه دي. وانا لو كنت استعجلت كان ايه اللي هيحصل يعني، هي النشا كده، هي النشا كده اهي ابتدت تتقل. فمع التقليب طبعا هو ده ما كانش قوامها من شويه، يعني من شويه هي كان كانها ولا فيها اي نشا خالص، ابتدت تتقل وتشتغل. ما بناخدش قرار ان احنا نزود نشا الا لما يعني نبقى جبنا اخر اخر الوقت وحسينا انها لا فعلا النشا مش شغاله. فالتقليب المستمر هو اللي بيسوي النشا، وعلى نار هاديه عشان ما يبقاش فيه طعم نشا وتراب كده في بقنا، سواء بنعمل رز بلبن، مهلبيه، اي نوع، اي حاجه فيها نشا نصبر على النشا وما تحطيش كل الكميه. من نوع لنوع بيفرق، وخدي بالك لما بتدخل التلاجه لا بتمسك جامد يعني ما بيبقاش القوام ده خالص. فعشان ما نعملش حاجه بس ويبقى تبقى مش مظبوطه ونحس ان هي مش زي طعم الحاجات اللي بناكلها من بره، لا خليها كريمي كده. حتى اللي بقول لكم عليه اللي هو اللي احنا بنشتريه من بره ده والولاد بتشبط فيه، مهلبيه الكراميل دي بتبقى سايحه كده شويه، فطعمها لذيذ قوي، هتعجبكم لما تجربوها ان شاء الله. والزبده ونكهه الكريمه طبعا اللي احنا حاطينها لذيذه قوي، ونكهه الكراميل. هقلب تقليب 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 مستمر، ولو حسيت انها محتاجه نشا هحط، لو مش محتاجه خلاص هحطها في الكاسات او الاكواب واسيبها تبرد خالص، وبعدين هدخلها التلاجه تكمل بقى وتمسك نفسها. الحمد لله المهلبيه ربطت وخدت القوام اللي انا عايزاه على الهادي كده لحد ما وصلنا للقوام اللطيف جدا ده. ما تقلوش عن كده عشان لسه هتتقل جدا اهي. يلا بينا في كاساتنا اللذيذه نحط المهلبيه بتاعتنا بالشكل ده كده.
اوكي ادي المهلبيه. طبعا ايه، نغطي بقى وشها على قد ما نقدر عشان ما تعملش قشره، يستحسن ان هي تتغطى بعد ما تهدى خالص وتدخل التلاجه. دي فين دي؟ اوكي كده هي لسه سخنه، فاللي بردت مثلا عندنا هنا اهي بالشكل ده، بنحط على وشها مكسرات، نحط على وشها سوداني، نحط على وشها رشه كاكاو صغيره، ما نحطش على وشها حاجه خالص، عادي نكسر بسكوت مثلا زي الويفر ده ونخليه هو الجارنش. فانا ايه هكسره مثلا كده، هيبقى لذيذ قوي وهو على الوش. ميكس لطيف وطعم كمان حلو والوانه كده حلوه قوي، انا بحب الويفر ده جدا، فايه مع الكراميل هيبقى حلو قوي. الشوربه على النار عايزين نغرفها، ممكن نسيبهم كده واحده واحده علشان نبقى ايه قدمنا بكل الاشكال، و نعمل كده مثلا. بس كده اوكي. ادي مهلبيتنا خلصت، تعالوا بقى نغرف الشوربه. شوربة رهيبة. حاضر، ادي شوربة البروكولي بالجبنة الشادر. واخدين بالكم من الالوان؟ نفسي تشموا الروايح بصراحة وتدوقوها، عايزاكم تجربوها ان شاء الله تعجبكم. هزود ان انا ايه اخلص بس كده ثانية. اوكي